واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور بخفة الظل، وكان بيقول نكت وحكايات، وكان بيعمل مقالب في الصحابة. اسمه سيدنا النعيمان بن عمرو، لكن كان عنده مشكلة إنه كان مدمن لشرب الخمر، فمش قادر يبطل يشرب خمر، وفي الإسلام في حد الخمر إنه يتجلد. فكان لما يخش المسجد عشان حد الخمر، الصحابة يقولوا له أوف ما أكثر ما يؤتى بك، أنت مش هتبطل بقى، إيه القرف ده، أوف كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تنهروه، إنه رجل يحب الله ورسوله. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي أصحابه ويربينا من بعدهم إن نظرتنا للعاصي تبقى نظرة مختلفة، إن إحنا نكره المعصية، نكره شرب الخمر، نكره المخدرات، نكره الزنا، نكره أي خطأ، لكن لا نكره العاصي. العاصي في نفسه في جسده هو روح فيه من نفخة الله تبارك وتعالى، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ابتلي بالمعصية. فيقول لهم لا تنهروا، إنه رجل يحب الله ورسوله، ويشهد له أنه محب لله ورسوله. وفضل كده سيدنا النعمان بن عمرو إلى أن تاب الله عليه، وتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم أن نكره المعصية ولا نكره العاصي.